معروف ان حقبة الثمانينات والالي 2000s كانت الاشياء اللي تعرض في التلفزيون مش مرة مفلترة، بمعنى اي شيء يعرض، مثلا نيكلوديون وكارتون نتورك منافستهم على اغرب اقرف اجرى كرتون موجه للاطفال والتينيجرز المراهقين. ومعكم سعد، وفي مراتبنا لليوم نقدم لكم اقرف حلقات في عالم الكرتون. صهيب من بقالة الحارة. قبل ما ابدأ، فيه مناظر ممكن ما تكون مريحة للبعض، فللي ما يبي يكمل مع السلامة. في المرتبة الخامسة حلقة من برنامج رن اند ستمبي بعنوان رن توث ايك. تتكلم الحلقة عن أهمية غسل الأسنان وحب ستمبي لأسنانه، بعكس رن اللي ولا مرة فرش أسنانه، وبسبب عدم اهتمامه بأسنانه أسنانه طاحت. بس ستمبي عطاه فكرة إنه يحط جذور أسنانه تحت المخدة عشان تجيه فلوس. بس بعكس الكلام اللي قاله ستمبي، جاء مخلوق غريب بشكل بشع، وبدل ما يحط فلوس حط كورة شعر. وبعد الشيء الغريب اللي صار، عشان يعوضه ستمبي عطاه سن كبير ورن دخله في فمه. وعندي في المرتبة الخامسة حلقة من حلقات انفيدر زيم، وكان اسم الحلقة دارك هارفست. من حلقة زيم هذه، زيم يلاحظ ان ما عنده اي امعاء من امعاء البشر او اعضاء اجسامهم. بعد ما يلاحظ هذا الشيء زيم، لاحظ انه بيجيب العيد عشان كان لازم يروح الممرضة. قرر زيم انه راح يسرق امعاء الطلاب. يب، يسرق امعاء الطلاب. والشيء المقرف انه تقريبا بعد ما اخذ امعاء من كل الطلاب في المدرسة، صار زيم متين، صارت الامعاء تخرج من فمه. ما ادري كيف سمحوا نيكلوديون بالحلقه هذه اصلا. في المرتبه الرابعه فلاب جاك. ما اقدر احدد حلقه، لان حرفيا اقدر اسوي حلقه كامله عن فلاب جاك، عشان كذا بعطيكم بعض اللقطات من حلقات عشوائيه، فاستمتعوا او لا تستمتعوا، ما ادري، شوفوا. You know if I don't get my beauty sleep I get those nasty barnacles under my eyes. Kitty can do that. What happened to you, buddy? Oh, baby. I got so depressed when you left, I just couldn't stop eating candy. I guess we'll have to find a new place to live. I guess we will, baby. You need to grow up. Grow up? I'm 38 years old. Yep. She's here. Yep, Batman. اللي الكل يغني الانترو حقه اليوم، يعني من اللي ما يقدر. مسلسل دخلني انا في عالم باتمان، اللي ادماني فيه سبب جريمة قتل اذا حد سبه. امزح يمكن. معليش، الحلقة هذه من باتمان بيوند وليست من باتمان الاو جي. ولكن في الحلقة هذه اللي اسمها جاكس فادر، ماخذ منحني مختلف، ولا اتوقع ان شيء كان استمتعت فيه وانا صغير. الحلقة هذه تبدأ ببنت اسمها جاكي، تقريبا طول عمرها عايشة مع ابوها اللي بعدين عرفت انه متبنيها، وابوها الصدق كان صاحب هذا الرجال. وبعد تحقيق طلع عن بيل الأب المتبني كان سبب قتل أبوها الصدقي، يعني ما كان سببه بالكامل، ولكن خبى الحقيقة عن جاكي طول هالسنين. كان يقول بيل إنه حادثة، كانت جاكي تحس إنها مراقبة بشيء بس ما تدري وش هو. بعد ما شافت الكائن هذا الغريب اللي اسمه أرث موفر، عرفت إنه هو اللي كان يراقبها. بيل قال لجاكي بعد وقت إن الشخص هذا هو أبوها الصدقي اللي اسمه توني، وكان بيل سبب رجعته وغضبه. وكان غاضب لأن بيل وتوني كانوا مسوين شركة مع بعض، وكانوا يحتاجون يضعون مادة تحت الأرض، ولكن ما عندهم العدة اللي كانوا يحتاجونها. بس بيل عطى توني عرض ونزل توني عشان يحط المادة، ولكن انكسر الخشب طاحت فوق الأحجار، وبيل تبنى جاكي ليعوض خطأ. ولكن توني هو في الأرض اخترط مع هذه المادة، خلت عنده قوات يتحكم بالأرض وصنع إيرث موفر. بعدين في الحلقة لقوا جثة توني اللي كان شكلها كذا. وذكركم البرنامج هذا للأطفال، كان توني معصب على بيل وقالت جاكي ترى كانت حادثة. بعدها صرخ توني وكان يقولها ما هي حادثة، يحاول يطيح الأرض على بيل، ولكن هدوث مرة ثانية وانهت حياة توني صدق. القصة حلوة ولكن 100% ما هي الأطفال. في المرتبة الثالثة رن ستمبي يعود مرة ثانية بحلقة باسم مانز بيست فريند. رجل أمريكي مختل متأثر بالحرب قرر انه يتبنى حيوانات الأليفة، ولاقى رن وستمبي أخذهم البيت. بس فجأة قرر يدربهم تدريب عسكري بطريقة غريبة وأسلوب أغرب وبرسم وتحريك مقرف، بعد ما عذبهم جسديا ونفسيا. بعدها بدأ تدريب الهجوم. ستمبي ما قدر يلمسه من الخوف، بس رن استغل الوقت، خذ عصا خشبية وبدأ يضربه ضرب لدرجة ان وجهه انفك وعينه طاحت من وجهه. ما اقدر اقول شيء زيادة، تفرجوا. بدل ما يعاقب رن عطاه مكافأة بس او تريت، بس انها تشبه شيء ما اقدر اقول اسمه.
أقدم لكم هي أرنولد وحلقة بارت تايم فريند. قرروا أرنولد وجيرالد أنهم يحتاجون أشغال بارت تايم أو وقت عمل جزئي، ولقوا لهم عمل عند محل الورد. كانوا متحمسين للشغل مع بعض والمتعة اللي راح يحسون فيها. بعدها بلحظات وقعت مس فينيتو، قررت بتروح الفترة وحطت جيرالد مدير مؤقت إلى أن ترجع. ما كان جيرالد مدير عادل وصار يشوف نفسه. طبعا انتهت بأنهم يتخاصمون، وانتهت بأرنولد ينسحب من العمل وما راح يتكلم مع جيرالد للأبد. رجع أرنولد البيت ولقى جده فيل، يقول قصة كيف هو وصديقه يومهم كانوا صغار صار لهم نفس الموقف وما تكلموا مع بعض من هذاك اليوم. قاعد أرنولد يفكر في كلام جده وهو في السرير، وبعدها نام وتحلم انه بعد 70 سنة يلقى جيرالد في باص باقي ما يتكلمون مع بعض. كان جد أرنولد في الخلف ويقولهم شفت كيف ما راح تتكلمون مع بعض، ولكن شكل الجدة هنا مقرف جدا وكأنه جثة أحد ميت، ولا أعرف كيف عرض في برنامج أطفال. المرتبة الثانية من كرتون ماد الفكاهي، هي زي شورتس تجي بين السكتشات الأساسية، ومن بينها هذا السكتش اللي مقرف بشكل حتى ما يحتاج أتكلم بس أنتم تفرجوا. المرتبة الرابعة عندي سكوبي دو. حلقة كان مفروض تكون حلقة كريسمس، ولكن للأسف ضيعوا الفرصة وقرروا ينزلون حلقة مصنع دمى. يدخلون الشلة، يا بسمي الشلة لأني كنت أتابعها بالإنجليزي ولا أدري وش أقول فالشلة. المهم قرروا يدخلون زي كل حلقة ونشوف دمى شكلها مرعب وآرت ستايل مختلف من اللي نشوفه على طول، وسبب رعب خفيف للشلة. ولكن كملوا في الاستكشاف ولا أعطوا وجه الدمى. ها وجه دمى صح؟ اوكي سامج خلاص امزح. الين التفت الدمية وبدت تتكلم. ما ادري عنكم بس انا اي دمية اشوفها بحرق جدها ولا راح انام في غرفة فيها دمية. وبعدها تابع بشوف سكوبي ينبح وشاقي يبكي وتجيب لي دمى رعب زيادة، وانا متأكد اذا في شيء يبغونه ناس الاطفال ما هو دمى بدون عيون مسكونة. هذه اللقطة كانت مخيفة اكثر منها مقرفة، ولكنها شيء ما كنت توقعت يكون في مسلسل اطفال. في المرتبة الاولى حلقة بعنوان Eve for Two من برنامج كاتن دوك، ومثل ما احنا نسميها او الاساطير يسمونه بسبس وبوبي. نفس موضوع المرتبه الخامسه الاسنان. دوك ما يهتم باسنانه، بس المشكله ان الاضرار تجي للكات، العكس صحيح. الكات حاول كل شيء عشان دوك يهتم باسنانه عشان ما يجيه الم، بس بدون اي فايده. جاته فكره وهو نايمين، وهي انه يدخل في جسمه من برا يطلع من فمه عشان يفر. ما يحتاج اشرح، خلاص انتم شوفوا. أخيرا خامس لقطة تيمي تينر. ولد عنده القدرة انه يحقق كل امنياته، وهذا الشيء كل اللي يتمناه صغير، ولكن بعض الأوقات تصير لخبطة بسيطة في امنيات تيمي. في الحلقة هذه اللي اسمها That's Life من هذا الكرتون جابوا لنا خلفية بسيطة عن كيف مات هامستر تيمي اللي اسمه أدي، بعد ما نسيت أم تيمي انها تعطيه طعام يوم كان تيمي في السمر كامب. ثم يرجع الحلقة للوقت الحاضر اللي كانت أم تيمي زعلانة عشان الزر حقها مات، فعشان كذا تمنى تيمي أن كل شيء في المزرعة هذه يرجع للحياة، ولكن ما انتبه أن أدي بعد بيرجع للحياة. وفي نوم تيمي يدخل عليه أدي الهامستر ونص عقله بره، ويحاول قتل وتعذيب تيمي بطرق متعددة. والشيء المقرف هو لقطة أدي بعد موته على طول، وبس طلوا فيها بتعرفون ليش القرف. شكرا من القلب والعقل وكل أعضاء الجسم اللي سرقها زم، وإن شاء الله استمتعتوا. مع السلامة.